اهلا وسهلا اعزائي المشاهدين في حلقه جديده من برنامج بهارات. اليوم طبقنا ان شاء الله راح يكون كوسه بالكريمه، ونشوف معاكم الحين المقادير. عندنا اللي هو الرز المنقوع مغسول، عندنا الماي الحار، عندنا الكريمه، عندنا النعناع، عندنا الشبت، عندنا البقدونس، عندنا الطماط، عندنا الزيت، عندنا البصل، وعندنا صلصه الطماط، وعندنا هني الفلفل الاحمر، وعندنا الملح، واثنين مكعب مرقه الدجاج، وعندنا اللي هو البقدونس المجفف، وعندنا هني الكوسه جاهزه مقوره وجاهزه للحشيد. ونشوف معاكم المقادير على
واحنا تعبانين وندور واخر شيء طلع بس مجرد فلفل احمر. وفي ناس تحطي بهارات من كل شيء، من كل لمونة.
كذا. الكوسة بعد يبالها شوية وقت. ونطلع الحين فاصل ونرجع ونشوف الطبق الثاني. ورجعنا لكم أعزائي المشاهدين، نكمل طبختنا الثانية اليوم اللي هي شوربة الدجاج بالكريمة. عندنا هني ماي، وعندنا الدياي الصدور المسلوق، وعندنا الجبنة الكريمية، وعندنا مرقة الدجاج، وعندنا السمنة، وعندنا هني الطحين، وعندنا ليزر، وعندنا البصل والذرة، وعندنا البازلة، وعندنا الفطر. ونشوف معاكم المقادير على
طريقة التقديم. اللي هي بالفطر والخضرة المشكلة. وخلصنا طبقنا لليوم، ونشوفكم إن شاء الله في الحلقة القادمة من برنامج بهارات.